ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم علامات الساعة الصغرى وسنعرف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس والوباء واستفاضة المال والفتنة وقطيعة الرحم وضياع الأمانة وتصديق الكاذب وتكذيب الصادق وائتمان الخائن وتخوين الأمين وكثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة وظهور الكاسيات العاريات والقتل وانتشار الزنا ورفع العلم وانتشار الجهل وتقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر وأن تلد الأمة ربتها وتقارب الزمان ونقصان العمل والخسف وظهور القينات والمعازف والصبغة السوداء وأن تكلم السباع الإنس وظهور الفاحشة ونقص المكيال والميزان ومنع الزكاة ونقض عهد الله ورسوله وعدم الحكم بكتاب الله وانحصار الفرات عن كنز من الذهب وانتشار الدين وعمومه كافة الأرجاء ومحاربة اليهود وكثرة الطلاق وإمارة السفهاء وسفك الدماء واتخاذ القرآن مزامير وزخرفة المساجد وتحلية المصاحف وعدم تقسيم الميراث وأن تكون الأموال في أيدي البخلاء وأن يكون الأمر للنساء وأن تعود أرض العرب مروجا خضراء وتشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء وشهادة المرء من غير أن يستشهد. وسننتقل إلى علامات الساعة الكبرى: خروج المسيح الدجال، ظهور المهدي، ونزول عيسى عليه السلام، ومقتل الدجال، خروج يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، الدخان. فهنا تكون الحياة قد انتهت، وتكون قد انتهت العلامات الكبرى للساعة. وسنتحدث عن مراحل الساعة من بعث وحشر وميزان وحساب وصراط وجنة ونار إلى غير ذلك من أرض المحشر وأهوال القيامة.